مين بيقدر ينسى أغاني الطفولة يلي لحد اليوم منضل منكررة مثل ريمي، بابار، أنا وأخي وكثير من الأغاني اللي حفظناها، وقديش بتشكل لنا ذاكرة جميلة، وقديش الموسيقى والكلام المسجوع بيأثر فينا وله سحر خاص بيترسخ براسنا ومنحفظه بسرعة. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفقرة تربية الطفل من برنامج سبيس تون موم، معكم سارة النحاس اختصاصية بتربية الأطفال، وبحلقتنا اليوم رح نحكي عن تأثير التنغيم الصوتي على تربية الأطفال. نحن متفقين إنه الشيء اللي بنحكيه مع أطفالنا هو أكتر شيء بيأثر فيهم وهو اللي بيبني شخصيتهم، ونبرة صوتك وتنغيم كلامك ما بيقل أهمية عن الكلمة، لأنه النغمة بتنقل مشاعر وبتساعد على بناء علاقة بيننا وبين أطفالنا. أظهرت الأبحاث إنه الأطفال الرضع يلي ما بتزيد أعمارهم عن 6 أشهر بيقدروا يميزوا معنى الكلام من النغمة. مثلاً إذا حكت الأم مع الطفل بنبرة سعيدة بيقدر الطفل يفسر إنه هي الرسالة هي رسالة إيجابية، وإذا حكت بنغمة حزينة بيقدر يفسر إنه هي الرسالة سلبية. كتير من الأمهات بيوقعوا بهذا الغلط إنه بيحكوا بنبرة واحدة وما بيلونوا حديثهم، وهذا ممكن يأخر تواصل الطفل مع الأم، مع إنه نحن بنعرف إنه الغناء والسجع كان وما زال من أهم الأشياء اللي بتأثر بالناس بشكل عام، لأنه الموسيقى بتعطينا القدرة على التواصل بين بعضنا على مستوى عاطفي عميق. وحتى نحن الكبار إذا حدا طلب منا نتذكر صفحة سردية مجرد حكي يعني حيكون كتير صعب علينا، بس إذا طلب منا إنه نتذكر غنية فينا نتذكر عدد كتير كبير من الأغاني. طيب كيف فيني أحكي مع طفلي بلغة التنغيم؟ فيني أقسم التنغيم الصوتي لثلاث أشكال مهمة فيكن تستخدموها مع أطفالكن. أولاً فيكي تألفي غنية خاصة بطفلك فيها كتير من الصفات الحلوة اللي بتتمني تكون موجودة عنده، وفيها كتير من الكلام اللي بدل على محبتك ومشاعرك. الأغنية الخاصة بالطفل بتعطيه شعور أعلى بالحب وبتزيد الثقة بالنفس وبتساعد الطفل على الاتصال العاطفي معك، وبتخلق جو من الارتباط بينك وبينه، وبتخلق عنده ذكريات حلوة. فيكي تغني له إياها ليهدى أو قبل ما ينام أو لما يكون زعلان وبدك تذكريه بقديش أنت بتحبيه. ثانياً تنغيم العادات اليومية، مثل وقت تقولي له نحن شو بنعمل قبل ما ننام وهو بيقلك نشرب الحليب ومننظف أسناننا، نحن شو بنعمل بعد ما نخلص لعب منرتب الغرفة، لما بتحكي ماما شو بنعمل منسمعه. وهيك تراكيب ثابتة وتكرارها بشكل مستمر بتخلي الطفل يحفظ العادات اليومية ويرددها بشكل مستمر وينفذها بتعاون أكبر معك. ثالثاً سرد القصص، تأليف بعض القصص يلي إلها علاقة بالصعوبات التربوية عند الطفل، مثل إذا كان طفلي عم يعذب لما نروح على المول وبده يشتري كل شيء، فيني ألف قصة على شكل أغنية بسيطة عن الطفل يلي عم يبكي بالمول بتنغيم صوتي بالأحداث، ولما يتكرر هالموقف معنا برجع بردد له الأغنية مشان أربطه فوراً مع أحداث القصة، وهيك منساعد طفلنا على التعاون أكثر. استخدام التنغيم والتراكيب والقوالب اللغوية الثابتة وتكرارها بيساعد على ترسيخ المعلومات عند الأطفال، وبيساعدهم كمان على تنفيذ المهام وبيقوي الروابط العاطفية، ولما يكون الكلام منغم ومسجوع بيترسخ بالدماغ بشكل أسرع ولمدة أطول. ونبرة صوتنا وطريقة حكينا مع الطفل هي أداة قوية، إذا استخدمناها صح نبني ذاكرة جميلة عند الطفل وقت يكبر وعلاقة عاطفية قوية مدى الحياة. وهيك بتكون خلصت رحلتنا لليوم. لا تنسي الخطوات السحرية لايك شير كومنت لتشجعينا نستمر بتقديم كل شيء مفيد إليك ولطفلك، ولتتعرفي أكثر على عالم الأمومة حملي تطبيق سبيس تون مام وبتلاقي رابط التحميل موجود تحت. بشوفكم بالحلقة القادمة. سلام.